فتات المول انتحرها ده طبعا ده راجع الى حاجه من اتنين، يا اما هي كانت بتعاني من مرض الاكتئاب ده مر عليها فتره ممكن اسبوعين او اكتر، وكان ممكن تبقى حركتها بطيئه، رغبتها في الشغف لاي شيء مفقوده، اكلها يا اما ما فيش خالص او كتير، نومها يا اما قليل او كتير، وهنا بتفصح عن رغبتها في التخلص من حياتها ان هي شايفه ان الحياه لا قيمه لها، وده انا لا اعتقد ان هو كان موجود. اما السبب الاكبر فهي بنوته 24 سنه، يعني في مرحله المراهقه. مرحله المراهقه دي لما بيتعرضوا خصوصا المراهقين العصبيين، طبعا مش اي مراهق، لازم مراهق عصبي، لما بيتعرض لاي ضغط نفسي سواء عاطفي مادي تعليمي اجتماعي واتيفر النوع الضغط، اول حاجه لما بتجيله في دماغه لما بيبقى مضغوط وهو مراهق عصابي، وده مهم جدا كلمه عصابي في مرحله المراهقه وما فيش تواصل مع الاسره، اول حاجه يفكر فيها التخلص من الذات، دي حاجه اسمها ادوليسنت كرايسيس او تدهور سن المراهقه. لا قدر الله لو نجحت بيبقى هنا المريض توفى، لو يعني ربنا اراده وما نجحتش طبعا ممكن يكررها بس بصوره اخف حده طبعا لغايه لما ياخد العلاج النفسي اللازم له. بالنسبه للفنانه سعاد حسني طبعا ما اقدرش اجزم كان انتحار او كان قتل هوموسايد او سوسايد، دي ما اقدرش اجزمها، ولكن من دار في الاحاديث سواء في المجلات الفنيه او في الاحاديث التلفزيونيه من بعض المقربين ان هي اللي في اللي بيقول ان هي كانت بتشتري حاجات عشان راجعه القاهره، وانها كانت بتجهز نفسها للرجوع، جهز نفسها لعمل سينما قريب، فده بينفي حته الانتحاريه. وفي الاخرين بيقولوا لا ان هي كانت طبعا دخلت في سمنه مفرطه بعدها عن العمل، ده كله ده بيدخلها في حته اكتئابيه.